السلام عليكم. وعليكم السلام محمود. ايه احكي لي اللي اشوف. شفت امها لخطيبتك؟ شفتها ومشي الحال شكرا. انت عندك مشكله مع خطيبتك؟ نوب. شو بده يكون في يعني؟ اذا في اي مشاكل نحن منحلها. شكرا لك ما بتقصر. انا مشكلتي انحلت اليوم والفضل لك طبعا. العفو ولو. نحن شغلنا عم يكبر، وقعت على عقد جديد. مع مين؟ رح نشتغل مع عائلة يوروقان. يوروقان؟ هالعقد رح يفيدنا كتير بشغلنا. نحن اللي رح ننقل بضاعة الشركة. ألف مبروك، تتهنى. لازم تنبسط محمود، شغلنا عم يتطور. هي شركة يوروقان، وعن طريقهم رح نقدر نمرق كل شيء على الحدود. كل الشحنات تبعنا رح نمرقها مع بضاعتهم. هذا الشغل اللي بتقصده يعني؟ حلو. لك خلصنا عود بقى. والله فتل راسي. طولت هالقصة وما كانت تخلص. أنا رح جن عم تفهمني؟ يعني كل اللي عملته على الفاضي، وكمان مليت وطقت روحي من التمثيل على أمينة يا؟ والله يا أخي ليش الكذب؟ أنا أكتر شي مقهور على هالبنت. ما بعرف، مسكينة كتير، مفكرة حالها عايشة حالة حب. طيب لو بتجي دي مخانم ما في لزوم لكل هالشي. ما عم تجي بنوب؟ إذا هي ما عم تجي أنت جيبها بطريقتك. جيبها بطريقتي؟ أنا اللي لازم جيبها. طيب وكيف بدي اقنعها؟ اعمل لك شغله تضمن فيها انها رح تجي بسرعه، شغله تكون خطيره. برافو فيصل، والله حلال عليك، واخيرا استفدت منك بشي بعد هالعمر. حلال عليك. ايه لكن هالعقل بيشتغل مو على الفاضي. ايه منيح اللي بيشتغل. طيب شو بدنا نعمل لحتى نجيب ديما خانم باسرع وقت؟ لازم تحرق البيت. إذا حرقته رح تجي فوراً. إيه شو هاد؟ شو هالزكا؟ مو لهالدرجة؟ جنيت شي؟ إيه لكن شو بدك تعمل؟ شو أهم شي عند هالمرة وبتخاف عليه؟ ما بعرف شو؟ أبوها طبعاً. هلأ إذا صار شي لأبوها ما رح تجي بسرعة على البيت؟ بلا وركض. والله أنا ذكي وحرام كون هون، وبكرة بتشوف من الصبح رح أنهي هالموضوع وخليها تجي على البيت. قوم عملنا شاي. يلا قوم. شغلنا له المخ وما خلصنا من طلباته. شو هذا يا؟ جاي لك يا مدام جاي لك.